سلام البنات، اش اخباركم؟ لاباس عليكم؟ صحتكم على خير وبخير. جبت لكم اليوم كيكه ديال التفاح سهله وبسيطه. ما تنساوش تابوناو عندي البنات، ما تنساوش لي لايك. لي لايك البنات، مرحبا بكم. هنقدم لكم دابا المقادير ديالها. مرحبا. غادي نديروا 4 البيضات البنات. غادي من الاحسن انكم تشدوا بحال هكا البيضه باش لا تكون لا قدر الله خاسره ولا شي حاجه. تنديروا 4 البيضات، تنزيدوا عليهم كاس سنيده، يعني كاس تاع دانون هو اللي تنعبروا به المقادير. ساهل وبسيط البنات، ما تحتاجوا لا تتحمروا بها وجهكم قدام الناس، ما تحتاجوا كاع لا تعذبوا ولا تمحنوا. داك المقادير ساهلين وبسيط. تحتاجوا ايضا 2 بشاصيات تاع فاني باش تجي ديك النكهه تاع فاني مع التفاح، تجي روعه زوينه البنات. ما نعاودش لكم. وجوج هذا خمارات حمر، وقبيصه تاع الملحه، وكاس تاع الدانون تاع فاني تا هو، وتديروا كاس السنيده والدقيق حسب الخليط كيف ما تتعرفوا. تيجيو المقادير ساهلين وبسط وزوينين. تتخدموا الكيكه ديالنا كيف ما العاده، تنخدموا بيض مع فاني مع سنيده مع قريصه تاع الملح بالباتور، متى تطلع تتولي لنا مرغويه، تترغوي لنا الكيك ديالنا، تولي الخليط ديالنا بيض، وكذلك تنضيفوا عليه دانون وصافي. تنستمروا بنفس الطريقه، بنفس طريقه اي كيكه، تضربوهم مزيان مزيان. من بعد تنضيفوا عليهم الزيت شويه بشويه باش يتجانس لينا الخليط. من بعد تنبداو نعبروا بداك الكاس ديال الدقيق ديال دانون، تنعبروا به الدقيق ما تديوش عليا البنات، تنعبروا به الدقيق المهم. وتتخلط لنا الكيكه ديالتنا. تندهنوا المول او لا هذاك اللي تنديروا فيه الكيكه، نشوفوا على حسب المول اللي بغيتو نتوما ديروا. تندهنوه بالزبده والدقيق، تندردر عليه الدقيق وتنخويو فيه المقادير. تيجيو بنات زوينه زوينه بزاف. من بعد تنديروا عليه التفاح وتدخلوها للفران على درجه الحراره 180 درجه، تكون سخونه البنات. قبل انا تنسخن الفران، عاد فاش تندير فيه الكيك ديالي، كل واحد اش تيدير، كاين اللي تيرمي الكيك في الفران بارد تيبقى بحال هكا، كل الطريقه ديالته. نتمنى ان هذه الطريقه تعجبكم البنات، مرحبا بكم. هانتوما البنات كيف ما تتشوفوا معايا، خدينا التفاح قطعناه خليناه بالجلفة ديالتو، ستفناه فوق الكيك. من بعد تندردرو عليه شوية تاع القرفة وشوية تاع سنيدة باش تجي ديك لابغيونس فوق الكيك، وتتعطي واحد بحال تجي معسلة وتجي زوينة بزاف. من بعد ما تتشوفوا بحال هكا، تنشدوها تنخشوها في الفران حتى تطيب على النار زعما معتدلة. صافي يا هادي كانتو كيف تشوفو، تنخرجوها من الفران تجي غزاله البنات، طالعه هشيشه. تنسقيوها بكويس ديال الليمون باش تجي واحد النكهه ديال الليمون
طاغيه عليها لداخل، تيجي فيها واحد لابغيونس زوين بزاف، تتجي لذيذه سهله التحضير. نتمنى البنات تعجبكم وتروق الاعجاب ديالكم. ما تنساونيش البنات من لي لايك، نعرف بانكم عيطات تنساوني ماشي مشكل، وتابوناو اللي باقي ما تابوناتش عندي في القناه، مرحبا والف مرحبا، وان شاء الله تعجبكم الكيكه البنات بالصحه والراحه.